اسهل كرواسون غادي نحضر معكم اليوم، غير هي وكان بغيت نبين لكم بان هاد الكرواسون ماشي صحيه دائما ديروها. شوفوا شحال من او فيها، شو فهاد الاو هادي كتكون مسرطينه. المهم اليوم بغينا نسهلو على راسنا، كاين واحد بلاصه سميتها هير اوبنن، يعني كتجي وكتحلوها من هنايا، وهي من بعد غادي بحال العجينه غادي تدفع سميتو. هاي شتو شتو كيفاش دفعتها؟ اش كديرو؟ كديرو بحال هكا، حاولوا تحلوها. ديرو فهاد الكاغيط، هادي كترميوها بسهوله. هي واحد الكرواسون اللي تتكون سهله بزاف. هنايا فيها واحد كيف ما كتشوفوا هاد السنينات هادو تيكونوا محلولين، كتعاودوا تشقوها بحال هكا، هذاك بحال تقولوا راس الخيط هو اللي غادي يساعدكم انكم تحلوا العجينه. على فكره هاد الباكيه هادي فيها 6 ديال الكرواسات، كتكونوا موجدين واحد البيض هنايا، بيضه كتكونوا دربتوها وشعلتوا الفران على درجه حراره 200 درجه. هانتوما كتبعوا دوك السنينات اللي محلولين كما كتشوفوا، ومن بعد كتسهل عليكم. بحال هكا كديروا لها واحد التفليحه بحال هكا، اي واحد التفليحه صغيره. بغيتو ديروا لها الشكلاط ديروا لها. المهم بلا ما نصعبوا تاني، بحال هكا تا من بعد نبغيو ندهنوها بالشكلاط من برا. شتو المهم كرواسه غير ديال القضي وعدي، ولكن تتخرج زوينه صراحه. الاخرى درتها انا في الفران، تجيو لهاد السنينات هادو كتقطعوهم بحال هكا، تجيو هكا ولا اسهل من هاد الكرواسه هادي، اسهل مما يكون. ودابا ملي ساليت كاع هاد الكرواسون غادي كما قلت لكم غادي ندهنهم بهاد البيض بحال هكا. ودابا كندخلوها للفرن كيف ما قلت لكم، اللي كيكون صافي على درجه حراره 200 درجه، كتخليهم في الفرن يطيبوا لمده 10 حتى 14 دقيقه. المهم هذه الصينيه الاولى اللي كنت درت، ها نتوما كيفاش جات، ها نتوما كيفاش كتجي. شتو كتجي رائعه جدا وسهله. كما قلت لكم بغيتو ديروا الداخل الشوكولاط اولا تدهنوه من بعد. ايوا كنتمنى لكم شهيه طيبه والى اللقاء.